الاستغلال الدقيق والعميق للمعلومات حصلت عليها عن قيام شبكة إجرامية بنقل وتخزين مشروبات كحولية لغرض ترويجها وبيعها. أسفرت العملية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات والأحجام تقدر ب 53 ألف وحدة، بالإضافة إلى تجهيزات حساسة متمثلة في جهازي إرسال ولواقط تستعمل من قبل أفراد الشبكة في مسح والاتصالات بين أفرادها، وكذا وسائل نقل متمثلة في ثلاث دراجات نارية من نوع فيسبا وسيارة سياحية. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.